من الجزائر ينضم إلي مراسل الغد حسان الجزائري عبر خدمة سكايب. حسان، إذن حظر التجول اتسع ليشمل 9 ولايات جديدة، التفاصيل معك وإلى أين وصلت الأرقام الرسمية؟ نعم، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر وأصبحت الحالات 367 حالة مع تسجيل 25 حالة وفاة وتعافي 29 حالة أخرى، قررت الوزارة الأولى توسيع الحجر الجزئي لعدد من الولايات المصابة بهذا الفيروس، وشمل الحجر 9 ولايات هي تيبازا ووهران والوادي والمدية وتيزي وزو وقسنطينة وكذلك بومرداس، بالإضافة للجزائر العاصمة التي تقرر منذ 3 أيام تطبيق الحجر الجزئي فيها. كل هذه الولايات ممنوع الخروج فيها من 7 مساء إلى غاية 7 صباحا. أما بخصوص ولاية البليدة فقد طبق عليها الحجر الكلي ويمنع خروج الناس والدخول إلى هذه الولاية طوال اليوم ولمدة 10 أيام، بعد أن أصبحت بؤرة لهذا الوباء بتسجيل أكثر من 150 حالة وتفاوت فيها عدد الوفيات فاقت 9 حالات، في انتظار بيان وزارة الصحة حول الأرقام الجديدة لنهار اليوم. فيما أكدت وزارة الصحة أيضا بأنها شرعت في تطبيق بروتوكول علاج قائم على الكلوروكين الذي يستخدم للحالات المستعصية والحالات الخطيرة، مؤكدة أن هذا الدواء يقدم فقط وفق شروط ينص عليها الطبيب وكذلك في المستشفى، ولا يمكن أن يتخذه الأشخاص من محض إرادتهم على مستوى الصيدليات. فيما تتجه وزارة التربية إلى تمديد العطلة الربيعية إلى غاية 19 أبريل كذلك بالنسبة للجامعات. نعم، مراسل الغد من الجزائر حسان جزائري، شكرا جزيلا لك.